بص يا استاذ ابراهيم، المتامل في الاحداث الاخيره يخرج بمجموعه من الدروس، كل بالنسبه لنا بعضها متكرر عندنا ولا نتعلم منه شيء. يعني الوقائع التي حدثت وتدل على عدم الانضباطيه داخل اروقه المنتخب الاولمبي بما يشي ان لابد المقدمات تشي بالنتائج. ايوه، انت بمجرد ما 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 ما, ما كنت يعني حتى يعني عندك فرصة تتأهل، وإذا كسبت تقدر توصل إلى ميدالية أولمبية تاريخية لكرة القدم، فإذا بك تكتشف أن كان هناك أكثر من حدث في المنتخب الأولمبي، وقعت انضباط عزاها البعض يعني اختلاف الثقافات وعدم الفهم، وعزاها البعض الآخر لا لعدم انك، وحتى لو في اختلاف ثقافي ما انت ليك دور اداري قبل ان تذهب البعثه وتحذر من اختلاف الثقافات، ما تعملوش كذا ما تعملوش كذا، لان الامور دي ما بتعديش. زي جزء من اختلاف الثقافات ممكن اختراق الفقاعه، ما هو مش ضروري يبقى كلها مسائل سلوكيه، لكن بتعمل شوشره داخل الفريق وبتعمل حاله من عدم التشتت وعدم حاله من القلق، وعند العوده تثير حاله من الجدل. لم نتعلم ما حدث مع المنتخب مصر في كأس العالم عندما برضو ظهر كلام، ولم نتعلم مما حدث في كأس الأمم الإفريقية في مصر. لم نتعلم شيء، أو حدث شيء ولم نتعامل معه بما تعلمناه.